السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي ام الناجحه. اقتراحنا ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مسمنات معمرين رائعين. مسمنات اللي كيجيونا مورقين من الداخل وكيجيونا مقرمشين من برا. مسمنات اللي كيجيو لذاد 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 بزاف. الداد الى قلت لكم كيجيو غزالين غزالين، يستحقوا انهم يتجربوا. طريقه دائما بسيطه والمكونات ابسط، ما غاديش نحتاجوا فيهم نهائيا للزبده. نتعرفوا ان شاء الله على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاج هنا في المكونات الجوج ديال الزلايف ديال الماء. غادي نعبر معكم اليوم المقادير ان شاء الله بالزلافه، وكيف ما ديما غادي نخلي لكم في صندوق الوصف حتى بالغرام. عندي هنايا جوج زلايف ديال الماء المعادي ديال الروبيني، ضفت ليهم جوج زلايف ديال دقيق القمح الصلب ولا الفينو ولا كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الكرتونه سيمولا اللي معروف عندنا هنايا. غادي نضيف ليهم واحد المعلقه عامره مزيان كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نضيف ليهم معلقه صغيره ديال الملحه. صافي، غادي نخلط هاد المكونات بالفويي. ما غاديش نديرو لا خميره الخبز ولا ولا خماره ديال الحلويات، غادي نكتفي غير بالملحه والسكر والزيت والماء والدقيق. كنخلط هاد الفينو مع هاد الماء مزيان كيف ما كتشوفوا. هاد العمليه كتسهل عليا، ديما كنقولها لكم، فاش كنضيف الدقيق الفرص كتسهل عليا العمليه ديال انني كنجمع العجينه وما كيكونوش عندي فيها تكتلات، بسهوله كنجمعها. غادي نضيف عليهم جوج ديال السلايف ديال الدقيق الفرص ولا الفرينه كيف ما شفتوا، بنفس الزلافه اللي عبرت الماء عبرت الفينو وعبرت الفرص. صافي، كنجمع العجينه ديالي بطريقه سهله وبسيطه، ما كتعذبنيش نهائيا العجين، وكيف ما قلت لكم ما كتبقاش عندي فيها تكتلات، كنجمعها بطريقه بسيطه بزاف كيف ما شفتوا. صافي، جمعت العجين ديالي على هذا الشكل، يعني جوج زلايف ديال الماء في ربعه ديال زلايف ديال الدقيق. صافي، كيجي الخليط متماسك كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. هو هذا غادي نديروه في البلاستيكه وغادي نخليوه يرتاح، خليوه يرتاح الوقت اللي بغيتو. ديروه بالليل تخليوه حتى للصبح ماشي مشكل، ديروه في الصباح وتخدموه حتى العشيه ماشي مشكل، لان ما فيها لا خميره ولا حتى شي حاجه اللي غادي تاثر على العجينه ديالنا. غادي ندوزو ان شاء الله للحشوه. عندي هنا واحد جوج ديال الفلفلات مقطعين رقاق، وعندي هنا جوج ديال البصلات حتى هما مقطعين رقاق كيف ما كتشوفوا، يعني مشلطتهم مزيان، حاولوا ترققوهم مزيان. يعني في الحشوه من الاحسن تكون هاد الخضر رقيقه بزاف باش كطيب معنا مزيان. غادي نضيف ليهم واحد راس معلقه ديال الملحه، وواحد ربع كاس هكاك ديال زيت العود ولا زيت الزيتون. صافي، غادي نحط هاد المقيله ديالي فوق النار حتى كيتشحر ليا هاد البصيله مع هاد الفلفله مزيان. عاد من بعد ما تشحرت كيف ما كتشوفوا غادي نضيف عليهم واحد الكميه من الكفته، الكميه اللي بغيتو يعني، وحتى الا بغيتو تستبدلوا الكفته بشي حاجه اخرى. المهم كتبقى الحشوه دائما على حسب الذوق ديالكم ومن اختياركم. غادي نضيف لهم في التوابل واحد معلقه صغيره ديال السكينجبير، راس معلقه ديال البزار، معلقه ديال التحميره ولا الباربيكيا، وعندي هنا الحار طبعا كيبقى اختياري، ولكن في الحشوه كيجي لذيذ وبنين. ضفت انا راس معلقه ديال الحار، وغادي نزيد عليهم واحد راس معلقه ديال الخرقوم، وعندي هنا القزبر والمعدنوس انا ديجا مكونجلي عندي في الثلاجه. غادي نخلط هاد العناصر وغادي نخلي هاد يعني هاد الكفته مع هاد يعني البصله والفلفله كيتشحروا مزيان كيف ما شفتوا وكينشفوا. من بعد ما تشحروا ونشف ليا يعني الخليط، كنضيف عليهم واحد الكميه من الفرماج ونطفي على المقيله ديالي ونخليها تبرد. وهنا غادي ندوزو ان شاء الله للعجين كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيتغير ملي كنديروه في الميكا، كيرجع القوام ديالو رطب، كترجع العجينه يعني مدلوكه في ديك الميكا وكترجع رائعه.
هاد القضيه ديال الميكا يعني نافعه. انا صراحه الله انا كنت نديرها دابا في اي حاجه لقيتها مزيانه وكتعطيني نتيجه هائله. غادي ناخد العجين ديالي ونحاول نكوره على هذا الشكل. تقريبا الكويرات اللي غادي ندير على القياس هكاك ديال الماندارينا. من الاحسن ما ندهنوش يدينا بالزيت كيف ما كتشوفوا، راه العجينه ما كتلصق معنا ما والو، لا رطبه. كنحاول نكورهم ويدينا ناشفه ما فيهاش الزيت نهائيا. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. كيف ما قلت لكم القياس على شكل ماندارين هكا، هذا هو القياس اللي غادي نحتاجوه. صافي دابا عاد غادي ندهن الكويرات ديالي بالزيت باش ما يتلصقوش ليا، وغادي نغطيهم بالبلاستيكه ونخليهم يرتاحوا للمره الثانيه. وهنا من بعد ما ارتاحت العجينه يعني كنخليها حتى كترجع مرخيه، وكيسهل عليا انني يعني نشكلها ولا نبسطها بطريقه سهله. تخليو الوقت اللي بغيتو مادام ما فيهاش الخميره، يعني نتوما تحكموا في الوقت اللي بغيتو تخدموا العجينه ديالكم تخدموها. كيف ما كتشوفوا كنبسط الكويره ديالي مزيان 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 حتى كيبان ليا البوطاجي كيف ما كتشوفوا. هذه عمليه مهمه باش كتورق معكم المسمن ولا الملوي، ضروري بسطوها مزيان ورقوها مزيان. غادي نجيب واحد الكميه من الحشوه وغادي نحطها في الوسط ونطوي العجين ديالي عادي، يعني الطويه ديال المسمنه العاديه كيف ما كتشوفوا كنطويها على اربعه بهذا الشكل هذا. وشوفوا العجين يعني راه رقيق بزاف بزاف، وانا كنطوي العجين ديالي وما كنزيرش في الطويه، يعني كنحاول ما امكن يبقى ليا الهواء كيف ما كتشوفوا. غادي نجيب الكويره الثانيه غادي نبسطها حتى هي مزيان حتى يعني تتورق حتى يبان البوطاجي كيف ما قلت لكم. وكنأكد كنأكد بزاف على هاد يعني هاد التوراق باش ينجح معكم المسمن وما يجيكمش هكا من الداخل مدقس وملبس، كيجي مورق وكيجي رائع. دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيت عليها شويه ديال الدقيق الفينو كيف ما شفتوا، وبديت كنطويها. حطيت هذيك المسمنه الاولى في الوسط وبديت كنطوي بالشكل عادي كيف ما هو موضح، يعني واضحه الطريقه. صافي والطريقه ديال الطوي فاش انني كنطويها كتكون يدي مرخوفه كيف ما غادي يبان معاكم فاش نرجع انني نبسطها، تيكون كتكون عامره بالهواء. هنا درت المقله كتسخن كيف ما شفتوا، يعني العافيه ولا البوطه تكون غير على نار متوسطه، ما تجهدوش ليها بزاف. وهانتوما كتشوفوا العجين ديالي فيه الهواء من الداخل، انا كنبسطو وهو من فوق من الداخل كتجي معنا المسمنه مهويه. صافي من بعد ما يعني سخنت المقله دهنتها بشويه الزيت صافي، وكنبدا كنطيب المسمن ديالي بالطريقه العاديه، يعني في الاول غير كتشد راسها كنقلبها وكنبقى يعني كندورها هكا بهذا الشكل وهي كتحمر من الجهتين حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها، وكتكون النتيجه رائعه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا المسمنات ديالنا ما كتخرجش منهم الحشوه، كتكون رائعه وكيجيو مقرمشين من برا وكيجيو مورقين من الداخل. استمريت حتى كملت كلشي الكميه اللي عندي كيف ما شفتوا، كانت هذه هي النتيجه ديال المسمنه ديالنا. راهم كيجيو كيشهيو كيجيو غزالين. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم وليلايكات ديالكم. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. تهلاو في راسكم وباي باي.